طيب احنا لما نيجي نتكلم النهارده على جواز القرايب بس، وده حاجه من الحاجات المتعارف عليها في الوطن العربي وعندنا في مصر منتشره جدا، تجوز ابن عمها وابن خالتها وهكذا. بالظبط، وخصوصا طيب. عندنا في الارياف والصعيد ده حاجه اساسيه، ده معناه بيزود فرص حدوث المشاكل الوراثيه داخل هذه العيله. طيب. لكن هل هما بالتاكيد لا هو هي نسبه صغيره ونسبه قليله. طب هل الحل المجهري هنا تدخل؟ ممكن يدخل، ممكن يدخل، بس مش معنى ان واحده متجوزه ابن خالتها النهارده طالما مفيش مشكله وراثيه في العيله، طالما مفيش مشكله وراثيه في العيله معايا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، طالما هي ما حصلش حمل سابق في جنين مشوه او في مشاكل او ما حصلش اجهاض متكرر قبل كده، يبقى هذه السيده ممكن تاخد فرصه وتقيس حمل طبيعي، ويبقى نسبه كبيره اكتر من 90% ان تعمل حمل طبيعي ويعدي. حتى لو في العائله يعني حصل مثلا جواز قبل كده من القرايب وحصل فيه تشوه، ده ما يبقاش نسبه؟ لا ده، طب لو حصل، طبعا حصل نسبه قبل كده، يبقى هذه السيده لازم تاخد بالها انها بقت عرضه لهذا الكلام. هي في نسبه تشوه. بس هل من السهل هنا ان احنا نقدر نعرف التشوه الوراثي فين؟ هنا يا فندم لازم نتكلم عن الخريطه الجينيه للبني ادم. البني ادم ده عباره عن مجموعه كروموسومات. الاول احنا انا 46 كروموسوم، حضرتك 46. الاختلاف بيني وبين حضرتك هو الاختلاف بيسموها الكروموسومات الجنسيه. انا اكس واي وحضرتك اكس اكس، عشان حضرتك سيده وانا رجل. تمام. زمان او كان بيبقى حاجه اسمها فيش تكنيك، ده كان بيقول لنا عدد الكروموسومات كام، وولد ولا بنت وخلاص. بس ده حضرتك الكروموسوم من بره ده شبه زي العماره من بره، ممكن شكلها كويس قوي من بره بس من جوه ممكن الشقه مش كويسه. الجينات بقى هي مجموعه البلوكات الصغيره اللي موجوده على الكروموسومات دي. تمام. فالناس اللي عندها مشاكل وراثيه غالبا عندهم مشكله في الجينات مش الكروموسومات. اوكي. لما يكون عندي مشكله في الجينات ليه؟ لان هذه السيده وهذا الرجل اللي اتجوزوا مع بعض كل واحد فيهم واخد من طرفين، واخد من ابوه ومن امه. فهي واخده واحد من الاب والام. لو واخده من الاب صفه حميده والصفه دي واخدها من الام سيئه، دايما الكروموسوم الجي او الجين الكويس يغطي الوحش. وتطلع هي حامله للمرض لكن مش باين عليها حاجه، مش باين خالص. أوكي. لكن ممكن تنقله لطفلها لو جوزها نفسه بقى عنده نفس حامل نفس الجين. بس لو الجين وحش هنا جمع له جين وحش هنا، ده بنسبه 25% هتطلع عندها، يطلع عندهم اطفال مشوه. بس بتظهر ده، ما هو بصي حضرتك، ما هو يعني تظهر النسبه تقدر توضح ان في نسبه لحاجه زي كده. لازم اعمل حاجه اسمها بحث على التاريخ المرضي لهذه العيله واعرف نوع المرض ايه. لان ما فيش حاجه اسمها ان انا هذه السيده لما تيجي يحصل ده حمل او تخش عندي تقول لي انا وجوزي قرايب وعندنا في العيله مثلا اطفال بيجي عندهم نوع من التاخر العقلي الدائم. طب هتحمينا ازاي من الكلام ده؟ لازم اعرف الجين ده فين الاول. اوكي. عرفت الجين المصاب ده او ما عرفتوش، هاجي هذه السيده اخد، طبعا هي خايفه قوي لدرجه القرابه قويه قوي بهذا الشكل، باجي بهذه السيده باخد منها عين دم واعمل لها تحليل وراثي كامل، تحليل جيني كامل. تمام. اللي هم ال 3 مليون جين مع ال 46 كروموسوم كلهم. فهيوريه الطفره الجينيه الموجوده عندها فين. زي نقطه الدم اللي خدتها من عندها وعملت فيها كده، اروح اعمل عند الزوج نفس الكلام. لو طلع عنده، لو طلع عندهم الطفره الجينيه دي مشتركه، يبقى هم يبقى مع بعض ونتكلم بقى. واحد، انتوا قدامكم فرصه 25% يجي العيل مشوه بنفس الصوره. اتنين، 50% يجي العيل شايل جين واحد كويس من واحد ووحش من واحد، ده هيطلع سليم بس شايل المرض. اوكي، في ناس 25% يطلع العيل سليم، خد الصفه الحيه الكويسه هنا والصفه الكويسه الناحيه الثانيه. تمام. تمام كده؟ بس ده قبل ما اعمل الكلام ده كله لازم، احنا عندنا بيجي لنا ناس دلوقتي في المركز، ناس كتير عندهم مشاكل بهذا الشكل. جابت طفلين او ثلاثه لهذا الشكل، والاسره دي بتعاني معاناه شديده. معايا حضرتك ازاي؟ فهي عشان نوصل ده، اذا الحال المجاري عنده قدره نعمل ده، يا فندم الحال المجاري عنده قدره. لان واحد، انا بكون عدد اجنه كتير. اثنين، بختار الاجنه السليمه واحطها. تمام. يبقى انا تلاشيت تماما موضوع المرض ده. مع دكتور طارق الجندي حلمك هيبقى حقيقة.